مرحبا فيكم بنهائيات مسابقات لأولاد البنات. اليوم هو حدث كتير 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 كبير. بدي أذكركم بس هيك نقطة صغيرة بالنقاط. الأولاد كان عندن 5 نقاط والبنات كان عندن 3 نقاط. زعفي زعفي. عشان هيك بهاي النهائيات عندنا مسابقة واحدة اللي عليها اللي بربح 3 نقاط. فكل شيء ممكن يصير، ممكن البنات يربحوا، ممكن الأولاد يربحوا. عشان الحدث كتير 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 مهم، أنا اليوم دعيت لهون كل عائلتي المميزة عشان تساعدني ونحتفل مع بعض بالنهائيات. وهيك تعالوا تعالوا قديش الاشي كان بيضغط، قديش الاشي هذا هيك مسار كتير طويل، وكان اشي كتير 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 صعب. جاد افسر لكم ليش. باول حلقتين كانوا البنات خسرانات. يا الله عالسيري. بس باخر حلقتين قدروا البنات يعلوا نقاطهن ويعملوا تقارب بينهن وبين الاولاد. لدرجة انه اليوم هذا النهائيات لسه بده تكون الحاسمه اللي مين بده يربح. يا الاولاد يا البنات عادلين. لا اسهني 5 نقاط للاولاد و3 نقاط للبنات. بس 3 للبنات صح. بس بهذا بهاي النهائيات عندنا اللي بيربح بهاي اللعبه باخذ 3 نقاط. او ماي جاد يا البنات. بتقرر مين بده يربح، الاولاد ولا البنات. اللعبه هي هيك، عندنا هون 3 زلاجات لكل فريق عنده 3، وعندنا كمان خشبات. حدا كمان بده يضحك؟ لا. عندنا 3 خشبات وعندنا كمان لزق. لازم تبنوا بكل هدول بدون هدول اما ب3 خشبات و3 زلاجات لازم تبنوا مركبه اللي عليها تقعدوا او توقفوا، وبدها توصلكم للخط الابيض. طيب المهم ممنوع تدقروا الارض، ممنوع يعني تزلجوا بايديكم او بجسمكم، واذا بتوقعوا على الارض لازم ترجعوا من الاول. طيب كيف بتتقدموا من هون لغاد؟ بهدول بتعملوا هيك زي اكنكم عم بتجد. طيب فهمتوا؟ فهمنا. اكيد فهمتوا؟ اكيد فهمنا. في حدا عنده اسئله لسه؟ هدول الممازح، مش انا اللي اخذت من الممسحه تاعت البيت احسن لي؟ بعدين مش احسن من هدول هيك استعملوا الا اللعاب؟ بعسف فيها. طيب البرنامج الي. اقول لك اذا بنعمل هيك انا وياك بنوصل لهناك مش اهوان؟ تعال تعال فرجيك تعال. نعمل هيك. ممنوع هيك لانه ممنوع ضرب الارض تاني. طيب. اخر مسابقة النهائيات. اللي بيربح فيها بيربح يوم ترفيهي كامل مع فاطمة وتوتي. انا جاي بدي اجيب السيارة. طيب بخليش الباطو. لا بعمل لي كعكة موز. طيب جاهزين انتو؟ جاهزين. صرتوا مهنتين الفكرة بعقلكو؟ نعم. طيب بس اقعد للثلاثة بتبلشوا. طيب اوكي. 1 2 3
عين تفكير غير، بنوا هيك بالعرض والبنات بنوا بالطول. طيب كل فكره كل واحد وفكرته، كل واحد وهندسته، كل واحد دام شاطر. طيب زي في حامل الاولاد كمان مره. حابه اقول لكم انه الاولاد ربحوا يوم ترفيهي مع كوزماتيك. مهم كثير، بدنا نسال سؤال كثير مهم للاولاد، بتحبوا نضم البنات الكم ليوم الترفيهي؟ فكروا مع بعض اذا بدكم ولا لا. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكوا تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص.